160 مليوناً هو عدد الأطفال العاملين في جميع أنحاء العالم، أي بمعدل واحد من كل 10 أطفال في العالم. هذه الأرقام وفقاً لمنظمة العمل الدولية. محلياً يعد الأردن من الدول التي خطت خطوات إيجابية لمكافحة عمل الأطفال، إذ منع قانون العمل الأردني تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاماً من عمره بأي صورة، كما منع أيضاً تشغيله في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه 18 عاماً. وأيضاً جاء قانون حقوق الطفل الأردني ليؤكد في المادة 16 البند ألف على قيام وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة بأن تتخذ إجراءات تكفل منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم. اليوم ومع بدء العطلة الصيفية تزداد فرص تشغيل الأطفال تحت مبررات كثيرة، لعل أبرزها الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة. الليلة سنطلع على جهود وزارة العمل وفرقها التفتيشية للحد من هذه الظاهرة، ومن هي الجهات ذات العلاقة في إيقاف عمالة الأطفال، وما الأثر النفسي والجسدي عليهم، وبلغة الأرقام أين يصنف الأردن في ملف عمالة الأطفال. نبدأ معكم بقراءة نتائج الزيارات التفتيشية لوزارة العمل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إذ بلغ هذه الأرقام. نبدأ من عدد الأطفال العاملين المكتشفين، حيث بلغ 231 طفلاً. بالنسبة للزيارات التفتيشية للحد من عمل الأطفال بلغت 7587 زيارة. وفيما يتعلق بالمخالفات المحررة بحق أصحاب العمل المشغلين للأطفال وصلت إلى 96 مخالفة. وبحسب المركز الأردني لحقوق العمل، طبعا هذه الأرقام، هناك ما يقرب من 60% من الأطفال العاملين يعملون في أعمال خطرة، 47 منهم أعمارهم تقل عن 14 عاما، معظمهم يعملون أكثر من الحد القانوني البالغ 36 ساعة في الأسبوع. ولتفاصيل أكثر حول هذه البرامج والحلول لإيقاف عمالة الأطفال أرحب بضيفي الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزود، مساء الخير وأهلا بك معنا، ورئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. إذن أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من صوت المملكة، وأرحب بضيوفي جميعا مع حفظ الألقاب. أبدأ من لديك سيد حمادة، كيف نعرف عمالة الأطفال؟ ماذا نعني بعمالة الأطفال؟ وما هو السن المعتمد لتعريف الطفل؟ شكرا لكم. عمل الأطفال هو يعني كما هو متعرف عليه سواء في المعايير الدولية والمعايير المحلية اللي هي قانون العمل، هي الشخص الذي لم يبلغ السن 18 من عمره. طبعا في القانون تم تسميته بالحدث، ولكن هو المقصود في الشخص اللي حتى 18 عام، ويؤدي أي عمل من الأعمال في القانون يمنع تشغيل الطفل قبل بلوغ السن 16 نهائيا بأي شكل من الأشكال، ويسمح له بالعمل من ابتداء من إتمام 16 حتى 18، ولكن في أعمال لا تشكل عليه خطر على سلامته وصحته وأخلاقه. وبالتالي لما بدنا نعرف الطفل العامل هو الطفل الذي يعمل في هذه السن، سواء في أعمال مسموح فيها أو غير مسموح فيها، ولكن احنا نتحدث في هذا اللقاء عن الأعمال المفروض أن لا يسمح فيها بالعمل، وهي الأعمال ما قبل بلوغ سن 16 والأعمال الخطرة ما بعد السن 16 إلى 18. طيب إذا بدنا نتحدث عن العمالة، في اختلاف زي ما ذكرت بنوع العمالة، في منها الخطر وفي منها غير الخطر. نوعية الأعمال التي يقبل عليها الأطفال أو الأحداث، للأسف يعني كما ورد في ما ذكرته قبل قليل في المقدمة من بيانات سواء في المسح الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في عام 2016، تبين بأنه معظم القطاعات أو الجزء الأكبر من القطاعات التي يعمل فيها الأطفال العاملين هم هي قطاعات من يعني تعتبر من الأعمال الخطرة، الميكانيك، النجارة، الحدادة وما شابه ذلك، والزراعة أيضا في جزء آخر. تقريبا حوالي 60% من الأطفال العاملين يعملوا في أعمال خطرة.
وللأسف أيضا جزء كبير من الأطفال العاملين هم في سن أقل من 16 عام، وبالتالي الخطورة تكمن في هذه الجزئيات، الجزء الخاص بالعمال في أعمال خطرة، الجزء الخاص بالأطفال العاملين في سن صغيرة أقل من 16 عام، وحتى يعني من هم أقل من ذلك أيضا هناك نسبة لا بأس فيها من العاملين. لما تحدثنا عن قضية أنه العمالة في أعمال خطرة نتحدث عن آثار، آثار نفسية، آثار جسدية، إصابات عمل، آثار يعني الآثار النفسية اللي هي غير مرئية طبعا خاص. هي اللي عم بتكون السبب بانطلاق الطفل للعمل، حرمان الطفل من كينونته كطفل. الطفل هو بحاجة إلى ممارسة حياته كطفل، بمعنى ممارسة اللعب. اللعب هو ليس تضيع وقت ولكنه جزء من كينونة كإنسان، وآلية التعلم وأيضا جانب يعني نفسي مهم جدا لبناء شخصيته. ولهذا السبب نتحدث دائما أن عمل الأطفال له خطورة، من حيث إحنا بنعرف في الأعمال الخطرة في إصابات عمل خطيرة أحيانا وتمس في سلامته وصحته، ولكن أيضا في سلوكه. بنشوف في معظم هذه الأعمال يختلط فيها بكبار السن من أحيانا من نوعيات متنوعة من الناس، قد يكون يكتسب فيها بعض الصفات وبعض الأخلاقيات الغير مرغوب فيها. أيضا يعامل معاملة قاسية من حيث أوامر العمل، أحيانا الشتم، كل التقارير تشير إلى ذلك. وبالتالي هذه الأمور تضعه في موقع قد يكون مرشح للانحراف، الانحراف الأخلاقي، وهذا شيء مهم جدا يجب أن نعي به. وبالتالي احنا لا نتحدث فقط عن إصابات عمل رغم أهميتها طبعا، ولكن مهم جدا أن نستطلع الجانب الآخر وهو جانب حرمان الشخص من طفولته، اللي هو بشكل أو بآخر بيأثر على شكل منظومة المجتمع اللي هم رح يكونوا قادة المجتمع لاحقا. يعني تخيلي طفل يؤدي عمل ويشاهد أطفال أقران آخرين يلعبون ويقضوا أوقاتهم بدون يعني تحمل مسؤوليات، هو يتحمل مسؤولية في سن ليس جاهزا فيه لتحمل مسؤوليات. وهذا طبعا له أثر نفسي. بدنا ننتقل ونتحدث عنه، ولكن قبل ذلك أستاذ محمد، اليوم منظومة التفتيش في وزارة العمل على عمالة الأطفال كيف تعمل؟ يعني بداية أشكركم لتسليط الضوء على هذا الموضوع. هذا الملف يعتبر من أولويات وزارة العمل، واليوم العالمي بجوز بدي أبلش من شعار الوطني لليوم العالمي للحد من عمل الأطفال، وهو حماية أولادنا مستقبل بلادنا. مثل ما تفضلتي هو مستقبل هذا الوطن. المنظومة التفتيش طبعا بدأت وزارة العمل تضع أو وضعت تفتيش على عمل الأطفال في سلم أولوياته، بحكم أن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات حماية الطفل منذ زمن بعيد. والمسألة الثانية، هناك اهتمام من إدارة الوزارة على والتركيز على هذا الموضوع على طوال العام وليس فقط في هذه الأيام العالمية. المسألة الثالثة، أن الوزارة منذ عام 1999 ارتأت أن يكون هناك قسم متخصص لمتابعة عمل الأطفال داخل مديرية التفتيش، وهي هذه المديرية المركزية في الوزارة. ولهذا جاءت والتفتيش على عمل الأطفال هو جزء من عمل الوزارة الذي المناط بها وفقا للقانون. وهناك هذا القسم يقوم بمتابعة حثيثة مع الجهات الشريكة، سواء منظمات دولية أو منظمات مجتمع محلية مدني محلية، أو من خلال المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أو من خلال الشركاء الوزارات الأخرى. التفتيش يتم تطويره بشكل مستمر. هذا العصب الوزارة، عصب وزارة العمل هو التفتيش. والتفتيش يحظى باهتمام كبير لدى الوزير ولدى الأمين ولدى المدراء في الوزارة. لهذا كانت هناك دائما نعمل على تطوير هذه المنظومة. فكان في الأشهر الأخيرة تطوير، كان هناك قفزة نوعية في التفتيش بشكل عام على جميع البنود المتعلقة بعمل الوزارة، ومن ضمنها التفتيش على عمل الأطفال الذي يحظى ب 15% من الزيارات التفتيشية بشكل يومي في العاصمة والمحافظات. طيب هاي 15% ماذا تشمل تحديدا؟ تشمل التفتيش على جميع عمل الأطفال. القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال، هناك نوعان من الحملات التي التفتيش يقوم بها وزارة العمل، هناك حملات دورية وهناك حملات مفاجئة وتكون موجهة في ذلك تلك في فترة معينة موجهة على عمل الأطفال فقط. طيب التفتيش بيكون بناء على شكوى ولا بناء على آلية معينة؟ اليوم الوزارة تقوم بمتابعة سوق العمل من خلال المفتشين في سوق العمل.
وحركة التفتيش هذه التغذية الراجعة تعطي أن اليوم نحن بحاجة إلى تفتيش موجه أو حملة للتخفيف أو لضبط عمالة الأطفال. يتم اتخاذ قرار على سبيل المثال لمدة أسبوعين تفتيش مكثف على عمل الأطفال في منطقة معينة، سواء كانت هذه معلنة أو مفاجأة، ويتم التركيز عليه، وبناء عليه يتم تحويل هذه الحالات بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية. هناك رابط خصص لهذه الغاية childlabor.mol.gov.jo، هذا موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة. هذا الرابط يستطيع المواطن أن يدخل إليه، وتستطيع الوزارة أن تضع بياناتها لتأخذها وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية. التنمية تقوم بدورها لدراسة الحالة وتدرس حالة الطفل الذي تم ضبطه، وهل الأسرة بحاجة إلى مساعدة مالية من خلال صندوق المعونة الوطنية، والتربية والتعليم زملائنا هناك يدرسون الحالة من ناحية التسرب المدرسي. بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتزويد المفتشين بكاميرات وألواح إلكترونية ومركز وغرفة سيطرة في الوزارة حتى نحكم عملية التفتيش بشكل إلكتروني ونضبط عملية التفتيش بشكل عام وتحديدا على عمل الأطفال. يعني الكاميرات طبعاً والأجهزة بشو بيتم استخدامها؟ يتم استخدامها عند الدخول إلى أي منشأة، يتم تصوير عملية اتخاذ الإجراء والحوار مع صاحب المنشأة وكيف يتم التعامل معه وكيف اتخذ الإجراء، ويتم الاحتفاظ بهذه البيانات حتى إذا راجع أحد أصحاب العمل حتى وإن كان يشغل الأطفال أو يدعي أنه لا يقوم بتشغيل الأطفال وكان هناك تحرير إنذار أو مخالفة بحقه، يستطيع الاعتراض على هذا الإجراء. وليتأكد من مدى دقة الإجراءات التي حصلت تمت اتخاذها. والوزارة إجمالا سيدتي اليوم تعتمد الأرقام الرسمية من دائرة الإحصاء العام. يعني عندما نتحدث عن أرقام الإحصاءات العامة، كان آخر مسح مثل ما تفضل عطوفة الأستاذ حمادة في 2016 مسح الوطني لعمل الأطفال، كان عدد عمل الأطفال في ذلك الحين 76,000 بحسب ذلك المسح. اليوم كان هناك يفترض أن يكون حسب الترتيب الزمني أن يكون هناك مسحا في 2020-2021، لكن كما تعلمون هذا المسح صادف بوجود جائحة كورونا والإغلاقات التي تمت مع الضبوطات الصحية والقيود الصحية التي تمت أدت إلى إرجاء. لا يوجد جدوى ولا تعطي نتائج حقيقية. اليوم أنا جائحة كورونا، ما الذي يؤخر العمل؟ اليوم سيدتي القرار اليوم المنفذ للمسح هو دائرة الإحصاء العامة. الوزارة تقوم بالاستفادة من هذه الأرقام في تعديل إجراءاتها، في تحديثها، في تطويرها. أنتم كوزارة عمل تحفزون دائرة الإحصاءات العامة للمسارعة طبعاً إحنا سيدتي في اليوم نحن هذه الأرقام والجهود التي تقوم بها الوزارة لم تقف عند ذلك الحد، هي تتواصل مع جميع الشركاء، دائرة الإحصاءات، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الوزارات الشريكة، المنظمات الدولية، منظمة العمل الدولية، مع منظمات المجتمع المدني المحلية. نحن على انفتاح تام مع الجميع، نتواصل مع الجميع، نتقبل رأي الجميع، حتى لأن مسألة عمل الأطفال هي تشغل الوطن، يعني هي مسألة وطنية، ولا نقلل من هذه المشكلة، المشكلة موجودة والجهود يتم تطويرها باستمرار حتى يتم الحد منها. بدي أفوت معك بجزئية لها علاقة بالشكوى وآلية وصول الشكوى والترتيب وشو كمان يعني سرعة الاستجابة للشكاوى، إلى أي مدى يعني هي فعلا في سرعة استجابة من وزارة العمل. بس بدي أسأل سؤال أستاذ حمادة مرتبط بساعات أو متوسط عدد ساعات العمل التي يقضيها الأطفال في العمل. اليوم لما بيكون في عنا طفل عامل، إحنا بنعرف أنه في باللغة العامية بيجوروا عليه بساعات العمل، بيجوروا عليه بالأجور، بيجوروا عليه في الضغط بضغط العمل نفسه. متوسط أجور الأطفال العاملين كم يبلغ؟ في أرقام واضحة عن متوسط الأجور؟ التقارير الرسمية تشير إلى أنه أجر الطفل العامل لا يتجاوز 5 دنانير باليوم الواحد. طبعا هذا أكيد في انتهاك صارخ لحقه. وبالنسبة لساعات العمل أيضا في القانون لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل 6 ساعات في اليوم، على أن يتخللها فترة استراحة بعد كل 4 ساعات عمل على الأقل. التقرير أيضا تشير لأنه الطفل العامل يعمل أكثر من 6 ساعات بكثير في كثير من الأحيان. وطبعا إحنا بهمنا كمان نرجع نأكد مرة أخرى، نحن نتحدث عن الطفل من 16 عام فأكثر. هناك من هم أقل من 16 عام يجب أن لا يعملوا نهائيا ولا حتى ساعة.
وهذا الموجود عندنا حاليا. يعني احنا بنحكي انه العمليه من حيث الانتهاكات واضحه، يعني لا يمكن اخفائها. مجرد الطفل ان يعمل في الغالب، يعني نادرا ما نجد انه حاله عمل وفق القانون. يعني في الحالات اللي يعمل الطفل فيها من 16 عام الى 18 عام قد يكون هناك بعض الحالات التي تعمل بشكل قانوني، لانه اولا هناك قائمه من وزاره العمل يتم تحديثها باستمرار حول المهن التي لا يجوز العمل فيها في هذا السن اللي هو 16 فاكثر، في مخالفه لهذه القائمه. يعني في اعمال يعمل فيها الطفل من غير عكس القرار، بمعنى في مهن خطره. ايضا فيما يتعلق بساعات العمل كمان هناك مخالفات، فيما يتعلق بالأجور هناك مخالفات، لأنه الطفل العامل من 16 فأكثر يجب أن يحظى على الأقل بالحد الأدنى للأجور اللي هو 260 دينار. الآن المعدل المعروف للأطفال هو 171 دينار كمعدل يعني متوسط، وهذا كله بيعني أنه هناك انتهاكات صارخة زي ما حكينا، يضاف إلى ذلك الانتهاكات الأخرى. طيب الفئة الرسمية للعمل عمالة الأطفال هي من 16 ل 18، نعم. صحيح؟ ولكن كلنا بنشوف وبنشوف بالعين المجرده يعني، وبنعرف ناس بخصونا كمان بيشغلوا اطفالهم لاسباب كانت مرتبطه بالفقر، بالبطاله، بعدم كفايه الاجور، لاسباب كثيره يعني. وللاسف اليوم اذا نحن بدنا نعالج عماله الاطفال، احنا بنعي تماما انه بدنا نعالج المشكله الاساسيه اللي هي الفقر السبب الرئيسي في عماله الاطفال. ما في عيله بتشغل ابنها لانه هي جايه على بالها تشغل ابنها، الا في حالات نادره جدا، وهي يمكن بتكون ضمن العمليات المضبوطه اللي حكيت عنها قبل قليل انه هي رسميه وما فيها مخالفه ونوادر ما تصير. ولكن الفئه العمريه الاكثر تعرضا لعماله الاطفال، من هي الفئه العمريه الأكثر؟ هي الفئه التي تقل اعمارها عن 16 عام. هذه هي تحديدا الأكبر. يعني بنحكي عن 5 الى 7 سنين، بنحكي عن 7 ل 10 سنين، 16 فاقل، وفي فئات متعدده. هذه الفئات، نعم. ما هي؟ ولكن احنا بهمنا في هذا الامر انه انت اشرت الى نقطه مهمه، وهي موضوع هل الدور الاساسي في مكافحه عمل الاطفال هو ضبطهم ولا معالجه هو التفتيش فقط؟ ولهذا السبب انا وجهه نظري انه لا يجوز ان نركز فقط على عمليه التفتيش. دور وزاره العمل في مجال التفتيش، نعم، واضح، واحنا اشرنا في تقريرنا حول النسبه، وحتى في تقرير وزاره العمل حكوا انه هم ضبطوا على الاقل في هذا العام حوالي 321 اعتقد او رقم قريب من ذلك، نعم، حاله. طبعا اذا شاهدنا الرقم على الاقل رقم 2016 عندنا 76 الف طفل عامل. الآن إحنا توقعاتنا في تقريرنا أصدرنا حكينا أنه خلال فترة الجائحة كنا نتوقع أن يكون قد زاد عدد الأطفال العاملين بنسبة 25% بالمقارنة مع زيادة الفقر بعد الجائحة ولا خلال الجائحة؟ خلال الجائحة يعني خاصة خلال عام 2021 و22 نعم و22 أو بالأحرى 2020 و21. ما أقصد في ذلك أن عملية مكافحة عمل الأطفال يجب أن لا يكون فيها التركيز فقط على الرقابة خاصة على أصحاب العمل، وهذا شيء مهم يجب أن يستمر، وبنشوف في ضعف هذا الأداء. أنا لا ألوم وزارة العمل لأنه في اختلالات تتعلق في الأداء من حيث حجم الكادر، عنه وزارة العمل فيها 200 مفتش تقريبا، يعني ما بعرف إذا كان قلوا أو زادوا. الجزء الأكبر من عملهم ما يقرب يمكن من 80% يذهب جهد على يعني متابعة قضايا العمل الوافدة. نعم. احنا لما نتحدث عن 140 مادة في قانون العمل فيها قضايا متعددة فيما يتعلق في حقوق المرأة، عمل الأطفال، العمالة المهاجرة إلى آخره، فالكادر وزارة العمل بهذا الشكل خاصة إذا جهده يذهب أكثر شيء إلى العمل الوافد وقضايا العمل الوافدة، معنى ذلك لن يبقى له كثير من العمل والجهد ليركز على هذه القضية. وبالتالي القضية الأولى يجب أن نركز على تمكين الكوادر من أداء عملها والتخفيف عنهم في الأعمال اللي قد لا تكون من مهامها. الجزء الآخر يجب أن يكون هناك تركيز على السبب الرئيسي لدخول الأطفال لسوق العمل وهو الفقر. تقاريرنا الرسمية والدولية أيضا تشير إلى أنه الفقر هو الأساس، هو السبب الرئيسي. احنا كنا وما زلنا نطالب حتى في الاتفاقيات اللي صادقنا عليها، على فكره الاردن صادق على كل الاتفاقيات الدوليه اللي لها علاقه في هذا الموضوع، وتشريعاتنا على فكره يعني يحتذى بها من حيث دقتها في هذا الشان في موضوع عمل الاطفال، ولكن للاسف ولكن في التطبيق عندنا مشكله يعني مخجله بالضبط. ولهذا السبب لا يجوز ان نركز فقط على التفتيش، يجب ان نتابع شؤون الاسره التي تدفع طفلها الى سوق العمل ونعالج مشكله الفقر او البطاله، بطاله رب الاسره
إذا عالجنا هذه المشكلة فلن يتبقى مبرر لتشغيل الطفل في الأسرة. وهذا دور رئيسي للحكومة بالضبط. مش بس بمؤسساتها ولكن هو يعني خطة عمل لازم تكون أمام الحكومة ومؤسساتها. بدي أتناقش بفكرة تطوير عمل كوادر التفتيش ولكن لدى وزارة العمل، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير ونستكمل هذه الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وبضيوفي مع حفظ الألقاب، وأبدأ من لديك أستاذ محمد. نقطة تم إثارتها قبل الفاصل مرتبطة بالإجراءات المتعلقة بحجم كوادر التفتيش لدى وزارة العمل. اليوم إلى حد ما الكوادر يعني نرى بأنها غير كافية، أو هناك مجموعة ومراقبون يرون بأنه هاي الأعداد غير كافية لضبط فعلا وضبط سوق عمالة الأطفال. بشكل أو بآخر هناك أيضا رؤية ونظرية مرتبطة بأنه وزارة العمل تركز على العمالة الوافدة أكثر مما تركز على عمالة الأطفال. أسمع ردك على هاتين النقطتين. يعني بداية في هذا الموضوع تحديدا مثل ما تفضلتوا، بنود التي تراقب عليها وزارة العمل هي بنود كثيرة وفقا لقانون العمل. جزء منها العمالة الوافدة أو العمالة غير الأردنية هو الجزء، لأنه دور وزارة العمل تنظيم سوق العمل. اليوم كدور أساسي وصلب عمل وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل. نعم. المسألة الثانية جزء منه عمالة غير أردنية على الأسواق، هل هي منتظمة والمنشآت ملتزمة بهذه البنود المتعلقة بالقانون؟ المسألة الثانية السلامة والصحة المهنية عنصر مهم، لا أستطيع أن أهمل عنصر السلامة والصحة المهنية في المنشآت القطاع الخاص، فهذا له حصة كمان أيضا. وأيضا الحقوق العمالية، يعني وزارة العمل تراقب على سوق العمل، تفتش على المنشآت من ناحية السلامة والصحة المهنية، من ناحية بدل التزامها بعدم تشغيل عمالة مخالفة، وهذا مطلب أيضا للأردنيين، وهذا مطلب دائما يطالب أنه مطلوب أن يكون ضبط للعمالة المخالفة. وكل دول العالم يوجد فيها عمالة غير العمالة الوطنية ويتم ضبطها وفقا للقوانين لكل دولة. المسألة الثانية يوجد أيضا حقوق عمالية، أنا لا أستطيع أن أتغاضى عن الشكاوى التي تصل لوزارة العمل، وهذا يحتاج إلى جهد أيضا ويحتاج إلى كادر يبذل الجهد. يعني الشكوى لا يتم البت بها بمجرد ما وصلت إلى وزارة العمل، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى التواصل مع صاحب العمل، تحتاج إلى مراجعة مع المشتكي. هذه البنود جميعها بالإضافة إلى عمل الأطفال، كل هذا الجهد الذي تقوم به وزارة العمل على مدار العام دون تمييز بند على آخر، لأنه جميع هذه البنود صلب عمل وزارة العمل. نعم. المسألة الثانية تفضل الأستاذ حمادة عندما تحدث عن وزارة العمل لا تكتفي فقط بالرقابة، وزارة العمل أيضا تقوم بدور توعوي. فهذا العام في الأشهر الخمسة الأولى قامت ب 52 نشاط رفع وعي للأهالي ولكثير من المؤسسات في المحافظات أيضا، حتى نحذر من خطورة عمل الأطفال، وأن هذا الطفل المكان الصحيح له هو مقاعد الدراسة، وأن هذا له آثار نفسية وصحية ونفسية. وأيضا عندما نتحدث عن ضبط عمل الأطفال تحديدا، هو مسؤولية التعليم، مسؤولية التنمية، مسؤولية العمل، مسؤولية الأسرة. الأسرة تلعب دور بارز وأساسي في هذا الموضوع. اليوم ولا أعتقد أنا بحسب الدراسات أنه الفقر فقط، يعني لا نجعل الفقر شماعة لكل شيء. اليوم نحن لدينا تفكك أسري، اليوم هناك عقلية عند بعض الأسر أن على الطفل أن يكون عامل، ولكن أساس التفكك الأسري هو الفقر، ليس بالضرورة. يعني الوضع المالي الصعب في أحد أجزاء وأنا المهمة من التفكك الأسري. أتمنى حتى عند طرح الأرقام عن التوقعات أن نكون الأرقام هذه حساسة بالنسبة للأسرة وبالنسبة للوطن. عندما نتحدث مطلوب أن تكون مستندة لمنهجية علمية، فعلا تم دراسة علمية ذات منهجية علمية، تم تحليلها بياناتها وكيفية الخروج بالنتائج حتى نحكم
هل كلامك هو الأدق أم كلام محمد يزيد الأدق؟ فالمسألة تحتاج إلى دراسة وافية. حتى بالنسبة لمسألة الفقر، يعني لا نستطيع أن نقول جزافا أن الفقر هو الوحيد هو السبب. المسألة الثالثة، ولكن هي حسب إحصاءات اليوم حسب الاستراتيجية أيضا تقول بأن الفقر هو شيء أساسي لعمالة أكيد الأطفال، لا شك له جزء، يعني هي أرقام رسمية لا شك، لا شك. اليوم وزارة التربية والتعليم تقوم بجهد أيضا استنادا إلى قانون إنفاذ قانون الطفل والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، أيضا لها شكلت لجنة لوضع إجراءات ومنظومة إجراءات وزارة العمل عضو فيها للحد من التسرب المدرسي. التسرب المدرسي وعمالة الأطفال متلاصقان، يعني لابد من أن نكون هون، يوجد هنا حلول وهنا حلول أكيد. حتى تكون متكاملة. لهذا الحكومة تنبهت لهذا الموضوع مبكرا حتى يكون الجهد متكامل. يعني اليوم أنا لابد من تواصل مستمر مع زملائي في مجلس الوطني لشؤون الأسرة، وأيضا هناك جهد كبير مع وزارة التنمية الاجتماعية وجهد كبير مع التربية والتعليم. اليوم شو الدلالات التي تؤكد لنا بأنه أرقام 2016 تراجعت؟ نعم جميل. ما الذي اليوم يدلل؟ المشاهدة البصرية في الأسواق في سوق العمل تؤكد أن هناك زيادة في العمالة، لكن الأرقام هل هناك دراسة حقيقية تؤكد أن هناك زيادة حقيقية في الأرقام؟ نحن نحتاج اليوم إلى مسح وطني أو نحتاج اليوم يا أستاذ إلى دراسة. محمد إذا بتلف بسيارتك بدك تشتري كاسة قهوة اللي بيجي بيجيب لك إياها. وبالمناسبة من حتى أشير لك لهذا تحدي، طفل سبع سنين وعشر سنين، أحد التحديات اللي تواجه فرق اليوم التفتيش. اليوم إحنا بنعرف إنه الأهل هم يعني تحديدا لما أشوف طفل عم يشتغل مع أهله صحيح. قهوة معينة، محل قهوة صغير على سبيل المثال، القهوة أب وأبنه اليوم هذا الأب لما بتحاسب اليوم عندما نتحدث، وهو يعتبر صاحب عمل بالمناسبة. نعم. اليوم عندما نتحدث عن جولات تفتيشية لمفتشي وزارة العمل، هل تعلم هناك أيضا تحديات تواجه المفتش في سوق العمل؟ عندما يذهب ويعلم البعض أن في هذه المنطقة حتى لو كانت جولة تفتيشية مفاجئة يختفي الأطفال بمساعدة أصحاب العمل الذين يشغلون الأطفال، يعني سواء كانوا أهل أو مش أهل. طبعا وأولهم الأهل لأنه يخشى من المحاسبة، وأحيانا بعضهم ينكر أن لديه. طب هو لو مش بحاجة ما بيشغل ابنه صحيح ولا لا؟ لا ليس بالضرورة، كثير من أصحاب المهن والحرف كانوا في منذ زمن طويل، وهم يعتبروا هذا توريث المهنة جزء من إرث العائلة، فلا يعتبر عيبا ولا يعتبر أنه عمل أطفال. وهناك عقلية لدى البعض من الأسر أن لا يجد في عمل أطفاله في السوق خطر. اليوم تحتاج إلى توعية، نعم نحتاج إلى جهد وطني مشترك بالاشتراك مع التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني يكونوا شركاء معنا، التنمية الاجتماعية أن يكون هناك توعية في المدارس في الجامعات مع الجمعيات والمنظمات. طب أنا ما سمعت ردك على حجم كوادر التفتيش. الحجم أنا لا أستطيع، لن أقول أن الكادر كافي. بالحجم الكافي الذي فعلا نحن بحجم العمل كبير، حجم عمل المناط بوزارة العمل كبير، وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف. لهذا المفتشي العمل يبذلون جهد مضاعف، لهذا تم تحديث المنظومة وتم إخضاع أيضا الكوادر البشرية خلال الأشهر الماضية لدورات مكثفة للارتقاء ورفع كفاءة العاملين. فهذا رفع كفاءة الشراكة مع من؟ نحن مع منظمة العمل الدولية يعني. منظمة العمل الدولية اليوم نحن شركاء منفتحين على الجميع. أي سبيل يقوم بتطوير سبل العمل والحصول على نتائج أفضل نحن نسير فيه. فالمسألة لا أحد يستطيع أن ينكر وجود مشكلة عمل الأطفال، المشكلة موجودة. نحن اليوم نقوم باتخاذ الإجراءات للحد، لم نقول ننهي، حتى الاستراتيجية وحتى اليوم العالمي لمكافحة العمل الأطفال للحد من عمل الأطفال، ولم تقل حتى اليوم العالمي أنه إنهاء لعمل الأطفال، لأنه يكون هذا يعني مبالغ فيه، لأنه لا تستطيع أن تنهيها بيوم وليلة. المسألة تحتاج إلى جهد وطني تشاركية كاملة، بدليل أنه الاستراتيجية الوطنية عندما مجلس الوزراء الموقر شكل فريق لتحديثها تمام. شكل برئاسة وزارة العمل، منظمات دولية، منظمات مجتمع مدني، وزارات، ممثلي العمل، ممثلي أصحاب العمل، قطاع غرف صناعة وتجارة تمام. والاتحاد العام لنقابات العمال. طيب سيد حمادة، أسمع ردك على أو نقدك إذا ما صح التعبير عن إجراءات وزارة العمل المرتبطة بفرق التفتيش لمكافحة عمالة الأطفال أو الحد من عمل الأطفال، واليوم لأي مدى فعلا تجد بأنه الفقر ليس عامل رئيسي في عمالة الأطفال؟ شكرا. أنا أؤيد ما تحدث فيه الأستاذ محمد من حيث أنه يجب أن نعود إلى الدراسات، وموضوع الفقر هو أشير إليه في كافة الدراسات المحلية والدولية. بأنه هو السبب الرئيسي. وللعلم في تقرير عام 2007
اللي بين فيه أنه لدينا حوالي في ذلك الوقت كان لدينا حوالي 33 ألف طفل الأردن. عامل في الأردن 33 ألف طفل عامل. خلينا نشير إلى 2006 2007 التقرير صدر في 2008 عن 2007 أشار إلى 33 ألف طفل عامل. في 2016 الرقم ارتفع إلى 76 ألف. يعني أنا بتوقع يعني اليوم ذلك؟ إنه 2023 الأرقام رح ترتفع. نعم. لأنه وارد طبعًا يعني طبيعي. هذا بيعني إنه طبعًا إحنا خلينا نرجع لموضوع الفقر. الفقر هو الأساس. تقرير 2007 وتقرير 2016 وليس أنا وليس أي شخص آخر تقول هذه التقارير والمعايير الدولية تقول أيضًا ذلك أن الفقر هو الأساس. وهو السبب الرئيسي. في تقرير 2016 و2017 أشير إلى أنه أعتقد 80% أو 70% من الأطفال العاملين سبب تسربهم من سوق العمل هو الفقر، فقر الأسرة. هذه قضية دامغة ولا يمكن أن يعني نجادل فيها. هذا أولا. الشغل العامل الآخر طبعا هذا لا يعني أن هناك عوامل أخرى. ثقافة الأسرة موجود طبعا موجود. على فكرة مناهج التعليم لها دور، يعني العنف المدرسي له دور. يعني في أطفال تركوا المدارس بسبب انه عدم رغبتهم في الاستمرار لانه غير محفز مناهج المدرسه، وقد يكون هناك عنف مدرسي وما الى ذلك. ولكن حجم هذه المشاكل، المشاكل الاسريه، حجم اليوم الاسره، اليوم التسرب هو من المدارس الحكوميه مش من المدارس الخاصه. موجود طبعا، موجود طبعا في الخاصه، ولكن يعني النسبه الاكبر لعماله الاطفال منبثقه من وين؟ يعني موجود من الجميع. قد تكون في المدارس جزء يكون تسرب بشكل اخر، ولكن مختلف. يعني بس مش هذا مش هذه العله. العله في ان مهم ان نعود انه الفقر هو الاساس. الان هل هناك احتمال بان يكون قد زادت الاعداد؟ الدراسات كلها تشير عالميا بان كلما زادت معدل الفقر والبطاله وكلما فقدت الوظائف كان هناك احتمال لتسرب الأطفال لسوق العمل. وإحنا شفنا حتى في الأردن حالات، يعني حتى من خلال النظر المجردة. في عنا في الأردن يعني ارتفاع نسبة البطالة. شخص فقد وظيفته خلال فترة الجائحة ولم يتبقى له مصدر من هناك تفاوت بين ثقافات الأسرة، ولكن بنسبة ما سيدفع أحد أولياء الأمور اللي فقد وظيفته طفله إلى العمل ليوفر يعني دخل للأسرة، دخل يومي. يومه. وبالتالي هذا الاحتمال وارد. ولهذا السبب الدراسة اللي احنا عملناها أفادت بأنه تقريبا ما زاد من معدل عمل الأطفال وعدد عمل الأطفال حوالي 25% مما كان سابقا من 76 إلى حوالي 100 ألف. هذه الدراسة جاءت ليس من فراغ ولكن بالقياس إلى ارتفاع معدلات الفقر ومعدلات البطالة. نعم. نعرف إحنا تقارير محلية وتقارير دولية تفيد لأن الفقر زاد بنسب عالية، البطالة وصلت إلى 25% والآن حوالي 23%. كل هاي مؤشرات ومؤشرات يقاس عليها علميا بأنها تزيد من نسبة عمل الأطفال. أنا بهمني أحكي يعني في هذا اليوم القضية. الأردن يعاني من وضع صعب مرتبط في عمالة الأطفال، نستطيع أن نقول ذلك؟ طبعا. ولهذا السبب احنا بنحكي عن حوالي 100 ألف. قد يقول قائل انه لا خلينا نرجع للرقم من 2016 اللي هو 76 ألف. بغض النظر 76 في فرق 5 سنوات 6 سنوات، يعني من غير المعقول اعتماد على ارقام 2016. ما يهمنا في هذا الامر انه تقريبا عمل الاطفال في الاردن حوالي 1% من السكان بحاجة لاهتمام. هذا الرقم ليس بسيط. صحيح أننا لا نقارن نفسنا بدول أخرى فيها عمالة أطفال منظمة، ولكن ألا يمكن لا طبعاً. يمكن يعني النظر إلى 1% بأنه رقم خطير ومؤشر يعني يجب على أساسه دق ناقوس الخطر؟ لو كان الرقم حتى أقل من ذلك، لو كان عدد الأطفال العاملة أقل من ذلك، هاي مسؤولية اجتماعية ومسؤولية حكومية ومع المشاركة الاجتماعيين لغايات حلها. مهما كان الرقم مش مهم نتجادل أنه هي 100 ألف ولا 76 ولا أقل ولا أكثر. المهم أن لدينا فئة من مواطنينا يضطرون لتشغيل أطفالهم وهي تزداد شئنا أم أبنا، وليس هناك من أي مؤشر لانخفاضها. والدليل على ذلك زي ما حكينا 2007 تضاعف إلى 2016 أكثر من الضعف، ومن ثم الآن في احتمال أكثر. نحن ننتظر دراسة حقيقية. وللعلم أنا أقول بأنه أنا كنت أمين عام وزارة العمل عندما وضعت دراسة 2016 وما قبل ذلك حتى 2007 كنت أيضا في الوزارة وكنت مسؤول عن هذا الملف.
دائرة الإحصاء العامة لديها القدرة بأن تقوم بهذا المسح بشكل دوري دون الحاجة لانتظار دعم منظمات دولية. للعلم 2007 مسح 2007 كان بدعم من منظمة العمل الدولية. هذا ما كنت سأسأل عنه. لماذا لا نملك هذه القاعدة؟ بالضبط. و2016 كان أيضا بدعم من منظمة العمل الدولية. لماذا ننتظر هذا الدعم؟ يجب أن يكون لدي زي ما دائرة الإحصاء العامة تعمل على مسح إحصائي للبطالة ولقضايا أخرى. طيب يجب أن يكون لدي مسح للعمل. وأريد إجابة، هل فقط الجهة المسؤولة عن إجراء هذه المسوحات فقط دائرة الإحصاءات العامة؟ الأفضل أن يكون دائرة الإحصاءات العامة. لماذا؟ طبعاً، لأنه جهة رسمية علمياً وقانونياً هي المسؤولة. نعم، يعني بالقانون هي المسؤولة عن هذه المساحات. كل الإسحاقات. والوزارات كوزارة العمل كجهة حكومية لا تستطيع أن تعتمد كأرقام رسمية إلا دائرة الإحصاءات العامة. وحتى طيب. الرقم أختي ريجة التي تفضلت فيه، مهما كانت النسبة الموجودة في سوق العمل قليلة أم كثيرة، نحن معنيين فيها، معنيين أن نهتم فيها. وجميع الأطفال مهمين لدينا، لهذا مهما كانت النسبة المسؤولية لا تعفينا من المسؤولية ولا تعفي الجميع من المسؤولية. فالجهد يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى جهد متواصل، ويحتاج إلى تطوير مستمر. وبعد قليل سنتحدث عن تحديث الاستراتيجية الوطنية. هذا ما سكنت يعني آتي للحديث عنه، الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال، بدنا نتحدث عنها ونتوسع في الحديث عنها، وبدنا نعرف أيضا لماذا لا نمتلك قاعدة بيانات مرتبطة بعمالة الأطفال محدثة ودورية. يرتبط ذلك بوجود دعم دولي ولا لا؟ لماذا ننتظر الدعم الدولي؟ كل ذلك بعد فاصل قصير ونستكمل بعده هذه الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وبضيوفي مع حفظ الألقاب. تحدثنا قبل الفاصل عن ضرورة الحديث عن تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، ولكن سؤالي قبل ذلك، اليوم مؤسسات الدولة ما الذي يمنعها من امتلاك قاعدة بيانات مرتبطة بعمالة الأطفال؟ أبدأ من لديك أستاذ حمادة. شكرا. أنا أعتقد، وأنا لا أريد أن أتحدث عن دائرة الإحصاءات العامة في غيابها، ولكن لديها الممكنات الكاملة. نحن نثق، أنا شخصيا وكل المختصين في مجال البيانات والأرقام سوق العمل وغير قضايا، نثق ثقة كاملة بدائرة الإحصاءات العامة. وعلى فكرة دائرة الإحصاءات العامة يحتذى بتجربتها في معظم في كثير من الدول العربية، ويمكن لو يعني تطالعوا تجارب الدول كثير من الدول المحيطة فينا استفادت من تجربة الأردن. ولهذا السبب يجب أن نثق في هذه الدائرة وندعمها لتقوم بهذا الدور. إحنا بحاجة في مجال عمل الأطفال إلى مسح ميداني دوري كما تقوم دائرة الإحصاءات العامة في موضوع البطالة، في قضايا أخرى، بمسح دوري. يجب أن ندعمها لهذا الشأن من الجهات الحكومية، سواء إذا احتاج الأمر إلى تمويل، ولا أعتقد أنه بحاجة إلى تمويل كبير. الكوادر موجودة، الخبرة موجودة في هذا الشأن، وبالتالي يجب أن لا ننتظر إلى أن نحصل على يعني برنامج دولي أو دعم دولي لهذه الغاية، سواء فنيا أو خاصة أنه إحنا أجرينا مسحين على الأقل في آخر سنوات في 2007 و2016، وأجرتهم على فكرة دائرة الإحصاءات العامة. المنظمة الدولية كانت فقط هي داعمة من الخارج بدعم مالي أو فني، ولكن لدينا الكفاءات الكافية لعمل هذا الإجراء من خلال لا ينقصنا محدد شيء. بالضبط. طيب أستاذ محمد، الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال يجب تطويرها، يجب تنظيمها إذا ما صح التعبير. ما الذي ينقص يعني الإجراءات المرتبطة بالاستراتيجية للحد من عمل الأطفال؟ اليوم الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال تم تحديثها سيدتي. اليوم تم تحديثها والخطة التنفيذية. هل ما قصدته، هل هذا التحديث كافي؟ طبعا اليوم هذا التحديث جاء أصلا لمواكبة كل ما تفضلت فيه من بداية الحلقة. نحن هذه المتغيرات التي دخلت على سوق العمل ودخلت على عمل الأطفال وأثرت وزادت النسب أو الأرقام بالتأكيد زادت، لكن نحن الخلاف متى أو ما هي الأرقام بدقة. اليوم الاستراتيجية جاءت لمعالجة جميع هذه الاختلالات، لتواكب ما جاء من موجات لجوء في السنوات الأخيرة، ما جاء من تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل،
تراعي التطورات التي حدثت على سوق العمل، وهل أعداد عمل الأطفال ارتفعت، وكيف ارتفعت، ولماذا ارتفعت، وكيف نحد منها. وأيضا هناك خطة تنفيذية ستكون سنويا لتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية، يقوم على تنفيذها وتقييمها ومتابعتها المجلس الوطني لشؤون الأسرة. وهذه الخطة التنفيذية السنوية سيتم متابعتها أولا بأول. هي الاستراتيجية كانت في 2006، واليوم تم تحديثها 2022 ل 2030، يعني من 2022 ل 2030 هذه الاستراتيجية خلال هذه الأعوام سيتم متابعتها حتى نضمن أن نحد بالقدر الأكبر من عمل الأطفال خلال السنوات التي نحن فيها وللسنوات المقبلة إن شاء الله. طب في جزئية مرتبطة بالاستراتيجية تقول أن يكون بناء الاستراتيجية على فرضيات تشمل مبادئ إنسانية، ماذا نعني بذلك؟ لا، اليوم احنا نتحدث عن الاستراتيجية بتاخذ جميع أبعاد عمل الأطفال، وهو أصلا هو بعد إنساني. فأنت اليوم عمل الأطفال هو في أساسه بعد إنساني، طبعا بعد إنساني أساسه بعد إنساني، لأنه هاي الطفولة مرحلة من مراحل الحياة، أهم مرحلة بحياة الإنسان، ومرتبط الطفل بأسرة، والأسرة هي لبنة المجتمع. فهذا الموضوع يعني يتعلق بلبنة، إحدى لبنات المجتمع ولبنة المجتمع الأساسية وهي الأسرة. فالتطوير كان ضرورة ملحة، كان كما ذكرت لك قبل الفاصل أن هناك فريق وطني شارك فيه الجميع، يعني الجميع جلس على الطاولة، الجميع أدلى بدلبه، منظمات دولية، منظمات مجتمع مدني محلية، ووزارات، وحتى الاتحاد نقابات عمال الأردن وممثلي أصحاب العمل، الجميع جلس على الطاولة للنهوض بالاستراتيجية والإحاطة بجميع ما يمكن إحاطة به. كيف يمكن ضمان التطبيق لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟ طبعا التطبيق ضمانته هو الرقابة على التنفيذ. هناك خطة تنفيذية سنوية لكل سنة، وسيتم تقييمها في نهاية العام، ويتم تحديد أين نقاط الضعف، أين نقاط القوة، أين نجحنا، أين وصلنا، أين توقفنا، وبناء عليه يتم معالجة هذه الاختلالات في السنة التي يليها، في الخطة التي تليها، حتى نعالج ونتدارك ما فاتنا من أي اختلالات هنا أو هناك. أستاذ حمادة، كيف تقيمون الاستراتيجية الوطنية والتحديثات التي حصلت عليها؟ لازم ننتظر حتى نشوف النتائج، ولكن أنا بهمني أشير كمان إضافة لما تحدث فيه الأستاذ محمد، ولكن قراءة سريعة في التحديثات التي يعني جرت. يعني التحديثات أكيد هي نابعة من 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 مشاركة، وكل الشركاء كانوا موجودين، وهذا شيء مهم. شركاء زي ما تحدث، كل الشركاء سواء حكوميين وغير حكوميين، قطاع ما يسمى بالشركاء الاجتماعيين، أصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني، وهذا شيء مهم جدا، وكل الاستراتيجيات يجب أن تبنى على ذلك. بس بهمني أشير أنه لغاية، لأن سألت أنت كيف يمكن أن نضمن تطبيقها، هناك ما يسمى بالإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، هذا رافق الاستراتيجية، هذا غير الاستراتيجية، غير الاستراتيجية. الاستراتيجية عندما وضعت في المرحلة السابقة، الفكرة الاستراتيجية وضعت في حتى قبل أكثر من حوالي 15-20 سنة، وتم تجديدها عدة مرات، والآن رافقها أيضا في عام 2011 وضع الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال. الإطار الوطني يشمل، هو عبارة عن برنامج عمل تشارك فيه المؤسسات المعنية بشكل خاص. كان في ذلك الوقت في عام 2011 وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية، أضيف إلها في عام 2021 عندما تم تحديث هذا الإطار الوطني، أضيف إلها مؤسسات أخرى، منها وزارة الصحة، منها المجلس الوطني لشؤون الأسرة. طبعا التنمية الاجتماعية موجودة حتى من عام 2011 في الإطار. الإطار يعتمد على تنسيق مشترك بين هذه المؤسسات. ليش؟ احنا ذكرنا قبل قليل بأن الفقر هو الأساس، وهناك مشكلة البطالة، وهناك مشاكل قد تكون نفسية، قد تكون اجتماعية، ثقافة أسرة، تفكك أسرة، عنف وما إلى ذلك. ولكن بنرجع بنأكد الفقر هو الأساس. هناك مؤسسات يعني يجب أن يكون لها الدور، وزارة العمل هي القيادة بدعم الأسرة. بالضبط، ما تقصده؟ بالضبط، دعم الأسرة والحد من الفقر والتعامل مع الأسرة ومشاكلها. وزارة العمل يجب أن تلعب الدور القيادي، وهذا الشيء اللي بتلعبه وزارة العمل حاليا، ولكن يجب أن نرى نتائج المشاكل. التنسيق بين هذه المؤسسات كانت في صعوبة، رغم وجود الإطار الوطني في عام 2011 بقيت صعوبة، تم تحديث الإطار في عام 2021، وما زلت أنا أشعر أنه ما زال هناك صعوبات. المقصود في ذلك أن الطفل العامل يحتاج إلى متابعة من وزارة العمل لضبط المخالفة التي ارتكبها صاحب العمل، ثم إحالة الأمر إلى وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة وضع الأسرة وما تحتاج إليه من دعم، سواء إذا كانت عندها بحاجة إلى صندوق دعم أو إلى آخره. لأن اليوم أنا لا يكفي أني يكون هذا في عندي عقوبة. وإذا فيه كان أيضا اليوم معمول فيه، اليوم لما بداية الحلقة childlabor.mol.gov.jo،
هذا لتنسيق الجهود أصبح بطريقة أسهل. نعم. يوجد إدارة للحالات التي تضبط من وزارة العمل، إدارة حالة من وزارة التنمية الاجتماعية لترتئي في النهاية بعد الدراسة إذا نعم. كان يحتاج هذا الطفل لدعم أسرته من صندوق المعونة. نعم. يعني أنا بقصد في الجهود الآن موجودة. إنه كل الإجراءات يجب أن تكون متكاملة، لا يجوز أن نعتمد فقط أو نحمل المسؤولية فقط لوزارة العمل. أنا لا أدافع عنها، ولكن العملية عملية وطنية بحاجة لهذه الجهات كلها. لا يمكن أن نحد من عمل الأطفال، يعني ممكن تضبط وزارة العمل حالة طفل عامل في محل ميكانيك وتخالف صاحب العمل، رب الأسرة بوديه لمحل آخر، وبالتالي أكيد. لن تنتهي المشكلة إذا ما عالجنا المشكلة بالتعاون مع الأسرة نفسها، وهذه عملية شائكة وإداريا تقودها مجهدة. بالتأكيد وزارة العمل يجب أن تقودها. طيب، وزارة العمل. في سؤال لازم أسأله يعني قبل ختام الحلقة وما لم يبقى لي الكثير من الوقت. اليوم بعد ضبط المخالفين شو اللي بيصير تحديدا؟ بيتم تحرير المخالفة صحيح؟ نعم. اليوم هاي العقوبات هل ترون بأنها وهذه المخالفات رادعة فعلا؟ يعني العقوبة سيدتي حسب المادة 77 من قانون العمل لا تقل عن 300 دينار الغرامة ولا تزيد عن 500 دينار. ونعم يعني هي لأنها تضاعف. هل تحتاج إلى تعديل تشريعي أم لا؟ عند التكرار تضاعف. فنحن لا نحتاج إلى بالوقت الحالي إلى الزيادة للمبالغ لأنها تضاعف. عند التكرار تضاعف. وهي نصيحة من خلال برنامجكم أيضا حتى للأسر التي ترغب بتعليم أبنائها من خلال هذه المهن، تذهب إلى التدريب المهني. نعم. التدريب المهني على سن 16 سنة يستطيع أن يلتحق هذا الطفل ويوفر عمل بكرامة. بكرامة. نعم. وشخصيته تبقى متزنة. وأيضا هناك تطوير لمناهج التدريب المهني بالتعاون أيضا مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية. أستاذ حمادة، هذه العقوبات رادعة، هل تحتاج إلى تعديل تشريعي أم لا؟ التشريع لسنا بحاجة لأي إجراء تشريعي على فكرة، لا في زيادة العقوبات ولا في أبداً. تطويرها ولا آخر. إحنا لدينا تشريعات كافية، المهم كيف نطبقها. كيف نطبق؟ وليس فقط تطبيق التشريعات ولكن تطبيق البرامج للحد من عمل الأطفال. مكافحة الفقر بحد ذاته. نعم. دون فقط التعامل مع الأسرة، الفقر بشكل عام في الأردن. نعم. يجب أن يكون لدينا برامج خاصة فيها، ليس فقط في بخصوص عمل الأطفال ولكن بشكل عام. إذا ما حدينا من الفقر ولم نحد من معدل البطالة المرتفع بشكل غير مسبوق. نعم. ستبقى المشكلة قائمة. أشكر جودك معنا رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة والناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود. شكرا جزيلا لوجودك معي. شكرا جزيلا. صوت المملكة انتهى، نلتقي بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا.